السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من موقع صوت العراق ونقرأ مقالا فيه بعنوان العراق يسير نحو الهاوية والحكومة تتفرج، للكاتب حميد الكفائي. إذ يمارس سياسة العراق خطابا في الحضيض، خصوصا في السنوات العشرين الماضية، فصار يخاطب المشاعر الطائفية والمناطقية والعنصرية، واعتمد على استفزاز العصبيات وتهيج الخلافات التاريخية السياسية والدينية التي دارت في غياهب التاريخ المتخيل من هو الحقيقي. والعراق من الدول التي تقودها جماعات سياسية جاهلة أو حالمة أو غير كفؤة، تعتمد تضليل الجماهير أساساً للحكم والبقاء، أو تتوهم أن لديها القدرات الخارقة لتغيير العالم وإلحاق الهزيمة بالدول العظمى، فإن مصيرها التراجع والتخلف عن ركب العالم، والأسوأ من ذلك جلب المآسي المتكررة على شعوبها المفتلاة بطبقات سياسية فاشلة وثقافة لا تصلح للعالم المعاصر. السلاح الذي ترهب به الآخرين حالياً سوف يستقطب سلاحاً مضاداً، ما يحول العراق إلى ساحة حرب. هذا يحصل حالياً بدرجة ما، فهذه الجماعات تشتبك فيما بينها كما حصل في البصرة قبل أيام، وتغتال قادة وناشطي بعضها بعضاً، ولكن الحرب المحتملة ستكون أخطر وأكثر تدميراً إن تمكنت هذه الجماعات من تنفيذ أجندتها. حكومة السودان الوديعة مطالبة بمغادرة موقفها المتفرج الحالي والتظاهر بأن كل شيء طبيعي، وأنها تركز على القضايا المهمة كالإعمار وتقديم الخدمات. الأمور ليست طبيعية في العراق، وإن هي خرجت عن السيطرة ويبدو أنها على وشك أن تفعل، فإن إعادتها إلى الوضع الطبيعي لن تكون سهلة أو حتى ممكنة، خصوصاً إذا ما اتخذت الدول الغربية مواقف معادية للعراق أو قاطعته أو فرضت عليه عقوبات. يتحدث العديد من الاقتصاديين في العراق عن خطورة ما يسمونه سوق الظل وعلاقتها بعودة ازدياد تكلفة السلع والبضائع، ولا سيما هذه المدة التي لا تزال تشهد أزمة تتمثل في ازدياد أسعار الدولار أمام الدينار العراقي. ويرى اقتصاديون بحسب موقع ألترا عراق أن العوائد المتحققة من أسواق الذهب أو الظل تذهب مباشرة إلى عملية غسل أموال. أسواق الظل تعد من المسببات الرئيسة لارتفاع الأسعار، فالعوائد المتحققة من هذه الأسواق مثل تجارة المخدرات والكحول تذهب بشكل مباشر إلى عمليات غسيل الأموال، بحيث تتحول معظم هذه الأموال إلى عقارات بمختلف أنواعها، أو تتحول إلى عملات أجنبية أخرى مثل الدولار، مسببة الارتفاع في سعر الصرف. وهذا الارتفاع في الأسعار ناتج عن غسيل الأموال الذي سوف يقود إلى ارتفاع في أسعار سلع أخرى بديلة أو مكملة للسلعة التي يرتفع ثمنها، وبالتالي هي تحدث إرباكاً في مستوى أسعار السوق بشكل عام يؤثر على الطبقات الهشة في المجتمع. وحدوث التفاؤلات مرتبط بالواقع السياسي والإقليمي والتوترات ما بين الجماعات المسلحة والقواعد الأمريكية في العراق على سبيل المثال، فهي تعد أحد أسباب تقلبات سعر صرف الدولار. في المقابل، فإن بعض التجار في الأسواق العراقية يقومون برفع قيمة السلع وبيعها بأسعار سوق الظل بدلاً من البيع بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي. ملفات فساد في برنامج الأمم المتحدة لإعادة أعمار العراق ريشاً مقابل كسب عقود. فقد كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن ادعاءات تزعم أن مبالغ ضخمة من التي خصصتها الدول المانحة لبرنامج إعادة أعمار المدن المحررة
والتي تبلغ ملياراً ونصف مليار دولار قد فقدت بسبب ممارسات فساد على أيدي أفراد يعملون في برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة عن طريق مطالبتهم مقاولين برشا للفوز بعقود إعادة أعمار في البلاد. الرشاوي المزعومة هي واحدة من بين ادعاءات وجود فساد وسوء إدارة كشفتها صحيفة الغارديان في ملف صندوق دعم الاستقرار في العراق ضمن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الذي تم إطلاقه في العام 2015 وتم دعمه بمبلغ وصل إلى 1,500,000,000 دولار من 30 دولة مانحة. ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ضخ المجتمع الدولي للبلد مساعدات بمليارات الدولارات، وبعد مرور 20 عاما من ذلك الوقت ما يزال العراق يعاني من خدمات وبنى تحتية ضعيفة رغم كونه رابع أكبر منتج للنفط في العالم، محققاً العام الماضي فقط عوائد قياسية من مبيعات النفط بلغت بحدود 115 مليار دولار. وتشير الصحيفة إلى أن الفساد والرشاوي تشكل عصب حياة مفاصل السياسة في البلد، ولهذا فإن الأمم المتحدة تنفذ مشاريعها بشكل مباشر على أمل تحقيق شفافية أكثر مما موجود في المؤسسات المحلية. مقابلات جرت مع أكثر من 20 منتسب حالياً وسابقاً في الأمم المتحدة ومع مقاولين ومسؤولين عراقيين وغربيين، أشارت إلى أن وكالة تابعة للأمم المتحدة في العراق تغذي ثقافة الرشوة التي توغلت داخل المجتمع العراقي منذ إسقاط النظام السابق في العام 2003. نبقى في الموضوع نفسه والصحيفة نفسها، إذ نشرت صحيفة الغارديان في تقريرها عن ملفات فساد في برنامج الأمم المتحدة لإعادة أعمار العراق أن مسؤولين حكوميين مؤتمنين لدى مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية من الذين يشرفون على مشاريع البناء يأخذون حصة من الرشا من مقاولين ومنتسبين في فريق الأمم المتحدة الذين أشرفوا على مشاريع، يقولون إن مسؤولين يستغلون تلك السلطة لأخذ رشا من شركات مقابل التوقيع على مشاريع مكتملة. مقاولان اثنان أكدا للغارديان إجبارهما على دفع مبالغ من هذه الرشا لمنتسب سابق، وصفا مبادرة برنامج التنمية للأمم المتحدة بتحسين المستوى المعيشي عن طريق تدريب نسوة نازحات على الخياطة بأنه غير واقعي وغير مجد. بالإضافة إلى حالات الفساد، فإن المبالغ التي أنفقت على مشاريع متكررة ونفقات إضافية أخرى تثير مزيداً من التساؤلات حول ما وصل فعلاً من هذه الميزانية الضخمة لمستحقيها من أبناء المدن المدمرة. الأشخاص الذين أجرت الصحيفة لقاءات معهم، الذين فضل الكثير منهم عدم الكشف عن اسمه، ذكروا أن برنامج الأمم المتحدة خضع لتوسع وتمدد لا مبرر له في مشاريع كان القصد منها الإبقاء على ديمومة هذا البرنامج وبقاء المنتسبين يتقاضون رواتب ومنافع متواطئين مع مسؤولين حكوميين منتفعين مادياً من تحديد مشاريع جديدة يتم المماطلة بها لتبرير سحب تمويلات إضافية. برنامج الأمم المتحدة للتنمية يدعي أنه حسن من مستويات معيشة 8,900,000 عراقي، وهو ما يعادل 5 نفوس العراق. ولكن زيارة أجرتها الغارديان لمواقع مشروع تظهر بأن قسما من هذه الأعداد كان مبالغا به. في قرية شمالية العراق هناك لوحة لبرنامج الأمم المتحدة خارج مركز صحي محلي مكتوب عليها بأنه تمت إعادة إعماره بمنحة، مع شكاوي من أهالي محليين من أنه على مدى 2 سنين أخفقت الأمم المتحدة بتنفيذ وعودها بتجهيز معدات في بناية ملحقة لهذا المركز الصحي. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة للمشاركة في صفحة الرأي للصحفية ميغان كيسناك
بعنوان لا تحرف النظر عن اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. هذا وعملت ستاك مراسلها لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، وقالت التزمت إدارة بايدن في مسألة ما إن ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية والمقدمة لمحكمة العدل الدولية بنبرة رافضة وبطريقة عفوية، وكانت عبارة عديمة القيمة هي الصيغة التي يبدو أن المسؤولين الأمريكيين اتفقوا عليها، ويعطي الموقف غير المبالي للمسؤولين الأمريكيين بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل صورة عن ثقل السذاجة الأمريكية. كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين ساعدوا على تقوية حالة الاتهام ضد حكومتهم، وتم عرض كلمات المسؤولين الإسرائيليين في الوثيقة كدليل على نية الإبادة. من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حث الإسرائيليين على تذكر العهد القديم وقصة مذبحة العماليق، لا تتركوا أحداً واقتلوا الرجال والنساء على حد سواء والمواليد الجدد والرضع، إلى وزير الدفاع يواف غالانت الذي أقسم بأن غزة لن تعود لما كانت عليه وسنمحو كل شيء، ووزير الطاقة والبنى التحتية الذي تعهد بأن أهل غزة لن يحصلوا ولو على نقطة ماء أو بطارية بسيطة حتى يغادروا هذا العالم. ومن خلال الإعلان عن تدمير غزة وتشريد سكانها فقد نشروا ما كان منكراً أو مخفياً في حالات إبادة جماعية أخرى. ولو تم التوصل إلى أن العنف في غزة هو إبادة جماعية، فقد تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تهمة التواطؤ بالجريمة. وفي ضوء تأثير الولايات المتحدة في المجتمع الدولي، فإن التداعيات قد تكون صغيرة، لكن يجب على الأمريكيين فهم أن حكومتهم متورطة في الجريمة. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. وجدت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية 15 دقيقة فقط يومياً يمكن أن تزيل الضرر الجسدي الناتج عن العمل المكتبي
ويستلزم العمل المكتبي الجلوس ساعات طويلة، وهو ما يؤثر سوءا في الصحة، وقد يتسبب في الإصابة بأمراض عديدة، منها أمراض القلب والأوعية الدموية. وبحثت الدراسة التايوانية الجديدة في التغيرات التي يمكن القيام بها للتصدي لهذه الأضرار الصحية بحسب ما نقلته صحيفة الاندبندنت البريطانية. فقد أجريت الدراسة على 481 ألف مشارك بمتوسط عمر 39 عاماً في متابعتهم لمدة 13 عاماً. وفي أثناء هذه المدة من الدراسة الطويلة أبلغ عن أكثر من 26 ألف حالة وفاة، إذ وجد الباحثون أن العمل في مهنة تنطوي على الجلوس لمدد طويلة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية طويلة الأمد، بما في ذلك زيادة خطر الوفاة بنسبة 16%، وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أيضا خاصة بنسبة 34%. قبل الختام مشاهدينا، فلنتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بهذا مشاهدينا الكرام نطوي صفحات صدى الأقلام لهذا اليوم، تقبلوا تحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.